معالي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بكم جميعا وأتمنى لكم طيب الإقامة وتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا الاجتماع. كما أود أن أشكر أتوجه بالشكر الجزيل للمنظمة انتربول وعلى رأسها معالي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على الجهود المقدرة التي يبذلها في تنظيم هذا الاجتماع. لقد قامت دولة قطر بالعديد من الجهود في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات من خلال التنسيق والتعاون مع منظمة الانتربول والدول الأعضاء، كما كانت سباقة في تبني المبادرات التي تقوم على دعم أجهزة إنفاذ القانون وتحدم الجريمة، وكان من أبرزها تبني فكرة مشروع ستاديا والذي يهدف إلى ضمان أمن وسلامة الأحداث الرياضية الكبرى. إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وغيرها من البطولات الرياضية العالمية لم يكن إلا نتاجاً لتميز قطر في مجالات مختلفة ولا سيما في المجال الأمني، حيث تسجل حضورها ضمن 20 دولة الأكثر أماناً في العالم. إن هدفنا من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم هو تقليص الفجوة بين الشرق والغرب وتعزيز التقارب الثقافي بين الشعوب وتعريف العالم أجمع بما يمكن لأبناء هذه المنطقة أن يقدموه للعالم، إلى جانب بناء إرث مستدام في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية يسهم في دفع عجلة التنمية ليس في قطر فحسب وإنما في شتى بلدان المنطقة، كما يسهم في توجيه الشباب إلى نبذ التطرف والعنف ويدفعهم إلى الإنتاج والإبداع وإظهار قدراتهم ومواهبهم. لا شك في أن الإرث الذي نطمح إليه من خلال تنظيم البطولة يشمل في مجمله نقل المعرفة واكتساب الخبرات في شتى المجالات ومن بينها المجال التشريعي، وسيكون هذا الاجتماع السنوي بحضور الخبراء والمختصين ممن ساهموا في سن تشريعات وتنظيم أحداث كبرى في مختلف الدول والقارات. دور كبير في مساعدة قطر على تنظيم بطولة آمنة، كما سيسهم في الارتقاء بمستوى لتنظيم البطولات حول العالم من خلال جمع الخبرات وتبادل المعرفة والأفكار. ونأمل أن يكون اجتماعنا اليوم جزءا من جهد مستمر لتطوير التشريعات والعمل الأمني والقاعدة المعرفية الأمنية، وذلك حتى نمهد الطريق للدول التي تستضيف الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، ونمكن جميع الدول من خوض أمار تنظيم مثل هذه الأحداث، مما يسهم في تعزيز انتشار الرياضات عالميا وتقريب الشعوب من بعضها من خلال حضور البطولات في أماكن جديدة حول العالم. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على حضوركم، متمنيا لكم طيب الإقامة وكل التوفيق في هذا الاجتماع نحو بناء مستقبل رياضي آمن وعالم رياضي أجمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.